الله يرحمه. اليوم نلاحظ انه انت هسه فد نقطه حلوه قلتي، انه ما كان موضوع اهتمام البطوله والبطوله قد ما انه ادي عملي والموهبه اللي انا حابتها وشغلي. اليوم العكس، اليوم قاموا الفنانين باول ظهور لهم او ثاني ظهور يشترط انه اسمه يكون الاول، اني النجم، اني لازم يكون اسمي الاول على فلان حتى لو كان النجم يسبقه. ما احكي كفوزيه ولا عمري طلبت ان يكون اسمي اول اسم او ثاني اسم او ثالث اسم ولا اسال عنه، لان ما يهمني الاسم، ما يهمني ولا الصوره الكبيره اللي تهمني. اللي يهمني اني كيف راح ادي هاي الشخصيه حتى انت تحبني، حتى انت تتابعني، تتابع اعمالي. ولا عمري فكرت بدون مبالغة والله، ولا عمري قلت أني أريد الأول، ولا عمري قلت أريد أجور هالقد، ولا أبد. أجي أني حابة العمل. قناعة لو تواضع؟ لا تواضع ولا قناعة. هو هذا يعني أني كاركتيرك بهالشكل، هذا أني. يعني أني أجي أول الناس، الكل يسمعني، حافظة نص ما ألزم داخل السيت، ولازلت هذا سني الكبير أني ما شاء الله علي العمر كله. اي تسلم لي. ادخل محفظ يعني حاضره ملابسي باكسسواراتي مفصله اني النص، هذا مشاهد ليليه، هاي مشاهد نهاريه، هاي اكسسوارات هذا المشهد، كله اني. ولهذا السبب اقول لك اني حابه شغلتي، تعبت عليها. مو هيك يعني، مو مثل هسه يعني مره اشتغلنا عمل الفنانين صغار يعني استوهم بادين، احنا الكبار قبلهم قاعدين بالاستديو ننتظرهم، من يدخلون حتى ما يعتذرون، حتى ما يقولون اسفين انتم قاعدين تنتظرون. هاي النقطه اللي قلتها، واني هاي ما احبها. لازم اكون انا قبل الكل حاضره وحافظه وستاند باي. تعاتبون المن النجوم الشباب؟ نعاتبهم. اني اكبت بداخلي واتالم بداخلي، لانه ما اريد اجرحه، بس اللي امون عليه، اللي امون عليه اصيحه على صفحه ما احرجه امام الكل. ممكن انه يقول يعني عذرا عذرا انه نجوم كبار راحت عليهم بعد، احنا هذا جيلنا، هذا يومنا. هو غلطان. لا غلطان، الالتزام، التزام يخلي الكل يحترمك. طبعا يعني اجي ركض 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 متاخره وماكو اعتذار، وادخل المقابل مستحيل يهضمني يعني. وانت لازم تعيش مع الكادر اللي يعمل وياك ان تكون هاي عائلتك. احترمه الكبير وقدر الصغير حتى العمل يطلع بشكل حلو، يوصل للمشاهد انه فعلا انت ابني، فعلا هذا زوجي، مو دمث.